من عطاك الحق تتكلم باسم الحسين؟ الحسين ما يتقبل منك وهذا حالك. الحسين ما ينبي منش دمعة وهذا وضعش. بسألك، الإمام قال إليك إن أنا ما أقبل، أنتين سامعتنا شايفة رواية إليه؟ يا جماعة، سفينة الحسين واسعة، توسعني وتوسعك وتوسع المذهب كامل وأكثر بعد. إذا ما تقدر توصل الناس إلى الحسين لا تكون قاطع طريق. ترى الماتة مو لفئة معينة، والكل مو بس مقبول تواجده، لا، مرحب به من كل قلبنا. حياك، هذا مكانك، وسعوا صدركم شوي. لو طول حياته ما صلى صلاة واحدة، لو كان شارب خمر، لو ما كانت ملتزمة بالحجاب من الأساس، لو كان مجاهر بالمعصية والأغاني طول السنة، الماتم، العزل، المضيفات، الفعاليات، المسرحيات، الصيانة، تركيب السواد، الإعلام، كل مكان يذكر فيه الحسين أنت مرحب بك. ما تدرون بهالأسلوب كم واحد نفرتونا من الحضور وحرمتونا من الخدمة، ولو كان بيتغير من كلامكم ونظرتكم وسهامكم ما بيتغير. بس هو من بتخلص العشرة بيرجع يسمع أغاني، مو شغلك. بس يعني هي من تطلع من الماتم بتقلع الدفة، وش فايدة جيتها؟ مو مقبولة دمعتها، مو شغلش. شغلنا إحنا إن نهدي الناس، أو على الأقل نوفر التربة الخصبة للهداية بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة. عاد اهتدوا لو لا، هذه مو وظيفتي ولا وظيفتك. وحتى النبي الله عز وجل يقول إليه هذا خارج نطاق قدرتك، إنك لن تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية بيد الله، وترى كلنا فينا عيوب، إذا عيوبهم ظاهرية يمكن يكون عيبك باطني. عندي توصيتين. التوصية الأولى، كل مكان إلى احترامه وقدسيته. شفتون شلون ندخل الحرم ونمشي بين الحرمين بالضبط؟ لازم نلتزم ونضبط شكلنا الخارجي في المآتم والمواكب، هذا حرم مصغر. توصية الثانية، أذكركم بفيديو يوم حادي التغيير المؤقت، لا يكون خروجنا من العشرة نفس دخولنا إليه. خلونا نتغير ما دام الله أنعم علينا بنعمة الحسين.